بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى معائب اليهود والنصارى وتمردهم على دين الله وعلى أنبيائه، خصوصا على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنهم يصدون الناس عن دين الله وأن هذا دأبهم وشأنهم في كل زمان ومكان، ولا يزالون إلى الآن بمؤسساتهم الماسونية يحاولون صرف العالم عن دين الله الحق، ويعتبرون الناس ما عدا اليهود خدما لليهود، وأنهم شعب الله المختار. حذر المؤمنين، حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من كيدهم ودسائسهم التي يحاولون بها صرف الناس عن دين الله وعن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التحذير لا يزال قائما إلى يوم القيامة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوهم أي تقبلوا دعاياتهم وتقبلوا دسائسهم ومكرهم وحيلهم يردوكم عن دينكم، ويجعلوكم بعد إيمانكم كافرين، ولا يرضون لكم إلا بالكفر، لا يرضون لكم بشيء دون الكفر والردة عن الإسلام. فإذا أطعتم مخططاتهم آلت بكم إلى الكفر والإلحاد والخروج عن الصراط المستقيم. ويتضح هذا من سبب نزول هذه الآية الكريمة، كما ذكر العلماء أن رجلا من اليهود يقال له شاس بن قيس، لما رأى اجتماع المهاجرين والأنصار على الإسلام ورأى الألفة والمحبة بينهم غاضه ذلك، فأخذ يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم في الجاهلية، وينشد الأشعار التي قالها بعضهم في بعض، فأثار بينهم العداوة وكادوا أن يقتتلوا لولا الله جل وعلا أن وفق رسوله صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم وتلا عليهم هذه الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
فلما تلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا السلاح وأقبل بعضهم يقبل بعضا، وأبطل الله مخطط ذلك اليهودي. ولا يزال القوم إلى الآن يعملون المخططات لإضلال المسلمين، والله سبحانه وتعالى حذر المسلمين من مخططات اليهود والنصارى خصوصا، ومن مخططات الكفار عموما. قال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والآيات في هذا كثيرة تحذر من مخططات الكفار نحو المسلمين، خصوصا مخططات اليهود والنصارى، فيجب على المسلمين الحذر من الكفار، وأن يعتبروهم أعداء الله وأعداء المسلمين في كل زمان ومكان، ولا ينخدعوا بما يظهرون من المودة والصداقة كما يقولون، فإن الله سبحانه وتعالى بين هذا في أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض أباحوا بما عندهم من الحقد والعداوة للمسلمين. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وقال فريقا من أهل الكتاب، لأنه ليس كل أهل الكتاب على هذا النمط وعلى هذا المنهج، بل منهم المؤمنون بالله كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال سبحانه في ختام هذه السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وهنا قال جل وعلا: إن تطيعوا فريقا من أهل الكتاب، أي الكفار منهم وأهل النفاق منهم، هؤلاء هم الذين يتجلى خطرهم على المسلمين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا يدل على أن من أطاع اليهود والنصارى وقبل مخططاتهم أنه يرتد عن دين الإسلام، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لأن هذه أمنيتهم، لا يريدون إلا الردة للمسلمين، ولا يكفيهم شيء دون الردة، لأن الذي غاضهم وأثار حفيظتهم هو الإسلام، لأنه بين مخازيهم وفضح سرائرهم، فهو أكبر عدو لهم، فلذلك يحاولون التخلص منه ومن أهله بأي وسيلة، ولا يكفيهم إلا الردة والقضاء على هذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه وناصر لأوليائه. ثم إنه سبحانه وتعالى استنكر على المسلمين أن يرتدوا عن دينهم بعدما عرفوه وبعدما تبين لهم الحق، فقال: وكيف تكفرون، أي أي شيء سبب لكم الكفر والرضا به عن دين الإسلام الذي اقتنعتم به وعرفتموه وعشتم تحت ظله
وأنتم تتلى عليكم آيات الله القرآن الذي فيه البراهين على الإيمان، وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم ما خفي عليكم ويفسر لكم هذا القرآن وهذه الآيات. ثم قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه قاعدة، أن كل من تمسك بهذا الدين واعتصم به أنه يكون على هدى وعلى طريق مستقيم، وأن من حاد عنه فإنه يضل ويشقى، كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر الإسلام والمسلمين. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، لنذكر ما يتيسر من أحكام هاتين الآيتين. فإلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.